وأهلك إن أنت تروح بريتش أوبن، تأهلت إزاي؟ كلميني كده، احكي لي الموسم كده يعني، استرجع الشريط بتاع السنة كلها. لا انا ابتديت ورا قوي، كان رانكي 150. أنت كان أول سنة ليكي 17، اول فعشان سيزون كده ليا. بدأتي بعيد. طيب عملت إيه بقى مع البطولات؟ بعدين دخلت اول بطولة خسرت من رقم واحد على الجمهورية، وتاني بطولة برضو. إيه ده؟ حظ وحش قوي. وتقعي بعدين معاها كل مرة؟ ده جميل قوي الدور، لحقي الدور الحلو ده. بعدين بقى ابتدت بقى الدنيا تمشي شوية. ثقتك ما تهزتش بنفسك؟ لا لا ما تهزتش، الله لا أكبر. طيب وكملت بعد كده يعني، حققتي، بدأت الماتشات تتحسن معاكي ونتائج تتحسن. طب ايه اللي وداك لما انت كنت بعيد كده، اللي وداك البريتش؟ بعدين في بطولة وصلت فيها، في بطولتين وصلت فيهم الثمانية، خلوني بقيت توب فايف. بعدين حلو سافرت بقى بريتش، حلو. سافرت وانت الرانك بتاعك كام، الخامس ولا بس الرابع؟ كنت خمسة. الخامسة. حلو. بس البلو الناس بتاعي فاكرة ما كانش الخمسة دي سهلة، كابتن الخمسة دي ده بتطلع بتطلع روح لا او لا، اول سيزون وكمان كمان. هي مشكلتها ان انت خمسة دي بتسافر من هنا، بتروح على انجلترا، بتقابل مثلا نمرة واحدة او نمرة اتنين هناك، ما دي المشكلة بقى. فبتبقى ضلمة. بس انت تأهلك من مصر كخامس دي بعد منافسة شرسة جدا. شرسة طبعا. طب انت الجمهوريه النهارده بقى اللي اخر بطوله لعبتيها، اللي هي كنت لعبتي مع الوحوش بقى كلهم، الوحوش اللي هم في سنك كلهم، والله اكبر خدتي اول. كنت متوقع ده؟ قولي لا الحقيقه، تروح النار. اصل قبل الجمهوريه كان عندي اصابه، اصلا كنت الجمهوريه كان عندك ايه؟ كان عندي اصابه في الانكل. في الانكل سبرين ولا وجع في وتر لا ولا مزق. مزق ولعبتي بيه الجمهوريه؟ لا عملت اللي قبليها بقى علاج طبيعي الاعداد وكده. والتاهيل وكده. طب انت فاكره الجمهوريه اصعب ماتش كان ايه؟ فاينلز. فاينل. في اوقات بتبقى دور السيمي فاينل هو الاصعب من الفاينل، اوقات بتبقى دور ساعات الثمانيه ساعات الفاينل. بتبقى معظم كنت الوقت بتلعبي مين؟ بنت من دجله. دجله. دجله جامدين. طب والبنت دي لعبتيها قبل كده؟ لا كانت اول مره. اكبر منك ولا نفس لا سنك؟ اصغر. اصغر؟ كانت لسه طالعه. بس الله اكبر، واضح انها كويسه. عملت ايه في الماتش ده؟ كسبت 3-1 الحمد لله. 3-1، الله اكبر، يعني ده انت كاسبه بالراحه خالص. طب كابتن احمد بقى كان واقف كوتش عليكي وفي الماتش؟ لا كابتن احمد هو كان بيسبورتني في كل حاجه يعني. مش ما بيسيبكيش لا في كل الماتشات وفي كل هو زي ابويا التاني برضه زي ما حضرتك قلت.